تحت شعار المرأة في شمال وشرق سوريا ثورة وتحديات، عقد اتحاد المثقفين بالتنسيق مع اتحاد المرأة ندوة حوارية في مدينة منبج شمال سوريا، تطرقت للمعاناة التي واجهت المرأة تاريخياً وكيفية مواجهة الصعوبات الراهنة. المحاضرة ركزت على نتائج ثورة المرأة التي انطلقت في 19 من تموز في إقليم شمال وشرق سوريا وكيفية تطبيق نتائجها والخطوات التي اتخذتها المرأة في مواجهة الظلم الذي تعرضت له عبر العصور. حول موضوع المرأة وثورة روج آبا ومدى تأثير المرأة من ثورة روج آبا والأسباب التي قامت بهذه الثورة وعودة بسيطة إلى تاريخ المرأة منذ بداية المجتمعات والنتائج التي خرجت من الثورة ولمنفعة المرأة ولمسيرتها الحياتية. كما تطرقت المحاضرة إلى العقد الاجتماعي الجديد ودوره في ضمان حقوق المجتمع والمرأة من خلال المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها العقد الاجتماعي من حرية المرأة والنقاش حول مشاركة المرأة في الانتخابات ورئاسة البلديات الحالية. المرأة قبل ما تكون بشمال وشرق سوريا هي امرأة عادية، طبعا لا تستطيع الخروج من المنزل، لا تستطيع الكلام، لا تستطيع صنع القرار، فأصبحت المرأة قادرة على صنع القرار. وآخر شيء كان في عنا كتابة العقد الاجتماعي الذي عزز من المرأة وأعطى المرأة الحق في انتخابات البلدية القائمة حاليا في مناطق روج آفا. طبعا هذا الشيء هو اللي يخلي المرأة أن تكون امرأة قادرة على صنع القرار. هذا واختتمت المحاضرة بفتح باب النقاش والتأكيد على ضرورة مواصلة جهود المرأة في إطار استحصال كامل حقوقها في مواجهة الذهنية الذكورية والسلطوية والعادات والتقاليد البالية. سوريا وأصبحت كعثمانية بديلة للأنظمة التي توالت على الساحة السورية.